السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في المحاضرة الثامنة من كورس مايكروسوفت أوفيس وورد 2019. المحاضرة النهاردة إن شاء الله عن إضافة الرسوم التوضيحية. أول نقطة هنتكلم فيها الأشكال والأيقونات الأيقونز. هنروح لملف الوورد بتاعنا، نفتح ملخص الكتاب العادات السبع. لو رحنا لقائمة insert هنلاقي ال shapes وجنبها ال icons، بس ال icons دي تقريبا مش هتلاقوها غير بداية من نسخة 2019، فلو 2016 او اقدم مش هيكون فيه ال icons، بس انا هوريها لكم عشان تبقوا عارفين ان هي عبارة عن ايه. لو ضغطنا كده على ال icons هتظهر لنا شاشة فيها icons كتير قوي جاية مع ال word. صراحة أنا شايفاها ميزة هايلة جدا جدا جدا، بنحتاجها كتير في الشغل، وكانت بتاخد وقت كبير عشان ندور على أيكون معين من النت ونعمله insert. يعني مثلا لما نكون بنكتب ملف وعايزين نحط التليفون مثلا، فبصوا لو عملت search كده مثلا ممكن اخد الأيكون ده واحطه واكتب جنبه رقم التليفون. لو عايزة مثلا اللوكيشن هكتب مثلا لوكيشن، ففي علامة اللوكيشن في الخريطة. يعني مثلا لو اخترت حاجة زي كده او كده مثلا وضغطت insert اهي، تمام، ادي شكل الخريطة. في ايكونز كتير جدا ممكن نستفيد بيها في شغلنا، وميزة السيرش دي تقدر تسهلنا الشغل جامد. لو كتبت مثلا man، لو كتبت مثلا book مثلا اهو insert. طيب بعمل ايه بقى بعد ما اختار الايكون او اقدر استفيد بيها ازاي؟ اول حاجة لو ضغطت مثلا على الخريطة دي ورحت على قائمة فورمات، احنا اول ما بنضغط على اي اوبجكت اتفقنا انه بيظهر لنا شاشة جديدة فوق فيها الخصائص بتاعت الاوبجكت اللي احنا واقفين عليه. فاول ما بنعلم على الايكون بيفتح لنا قائمة فورمات، اول حاجة فيها بنلاقي change graphic، نقدر نغير الجرافيك ده بالجرافيك زيه سواء ايكون او صورة او اي حاجة. from file، from online source، from icons. لو عايزة اغيرها بايكون هختار من هنا، لو عايزة بصورة من هنا. طيب تاني ميزة عندنا حاجة اسمها convert to shape. يعني ايه بقى convert to shape؟ ركزوا معايا، هو هنا دي صورة كده على بعضها حاجة كاملة، لو دوست convert to shape بصوا ايه اللي هيحصل. لو دوست عليها تاني بقى كل واحدة حاجة لوحدها، فنقدر بقى نقسمها لاجزاء وكل واحدة ايه بقت شيب لوحده. دي ميزة صراحة كويسة، يعني عندنا شيب عبارة عن كذا جزء في بعضه واقدر اخد كل جزء لوحده. تمام، انا هدلت ده، نيجي مثلا على الكتب دي مثلا وعايزة انزلها هنا تحت، صغر بس حجمها شوية اوكي كده. طيب هدوس تاني على فورمات، اقدر بقى طبعا من جرافيك ستايل هنا اغير الشكل بتاعها اي بقى شكل انا عاجبني، هلاقي اشكال كتير جدا. تمام، انا مثلا هختار الشكل ده. في اقدر طبعا من الفيل والاوتلاين اغير، يعني مثلا من الفيل مثلا ممكن اقدر كمان الافكتس اعمل بقى افكت معينه مثلا. تمام، بس يعني مفضلش، خلوا الشيب او الايكون دايما بيكون كده سيمبل، يعني مش محتاج افكتس. بالنسبه للارينج دي هنشرحها ان شاء الله مع البيكتشرز والسايز كمان. فده باختصار فايده الايكونز. نيجي بقى على الجزء الثاني الخاص بالشيبس. لو رحنا لقائمه insert shapes هنلاقي شيبس كتيره قوي جايه مع الورد ممكن نستفيد بيها. تعالوا نبدا نجرب اول واحده فيهم. اول واحدة من اي حاجة اسمها تكست بوكس، ده التكست بوكس العادي اللي بنكتب فيه كلام، هو جاي اوتوماتيك معمول للكلام. اوكي، كنا شرحنا قبل كده التكست بوكس. خلونا في الشيبس العادية زي مثلا ده. فرق ان هنا مش معد اصلا الكتابة، ولكن بسهولة برضو ممكن اضيف كتابة بان انا اضغط رايت كليك على اي شيب انا عايزاه وادوس اد تكست واقدر بقى اكتب عادي الكلام اللي انا عايزاه. تمام،
فأي شيب ممكن يستخدم للكتابة مش التكست بوكس بس. طيب عايزين هنا نجرب حاجة مهمة قوي. أنا مثلا لو اخترت الشيب ده الستور ده أوكي. طبعا وأنا برسم الشيب بضغط وأنا مش سايبة إيدي من على الماوس، أنا بفضل ماسك الماوس لحد ما أرسم. بس خلي بالكو أنا ممكن أغير من الشكل الشيب خالص وبوظه، فأحسن حاجة وأنا برسم أضغط شيفت عشان يفضل بأبعاده اللي جاية بيها. طيب انا كده رسمت وانا دايسه الشيفت. عايزاكم بقى تخلوا بالكم من حاجه مهمه قوي، شايفين العلامه الصفراء دي، النقطه الصفراء دي، كل شيب بيبقى جاي غالبا مع نقطه صفراء دي. كل شيب هنلاقي عليه نقطه صفراء، ده معناه ان انا اقدر اغير من شكل الشيب ده. زي ايه؟ زي ان انا لو دوست كده، بصوا ايه اللي هيحصل. بصوا انا غيرت كده من شكل الشيب خالص، بدل ما كان ستور بصوا بقى عامل ازاي. فالنقطة الصفرة دي بتغير لي من أبعاد وشكل الشيب، مهم جدا نخلي بالنا. وفي شيبس بيكون فيها كذا نقطة صفرة كمان. تمام، تعالوا هتلاقوا عندكم في الملف اسمه شيبس اند بيكتشرز، هتلاقوا أشكال هحطه لكم إن شاء الله مع الملفات. تعالوا كده نجرب. ادي مثلا شيب، بصوا في نقطة صفرة هنا، لو دوست عليها اهو اقدر اغير ايه من شكل الشيب. مهم قوي نبقى عارفين الموضوع ده. لو جيت هنا برضو النقطة الصفراء اقدر برضو اغير. لو جيت هنا مثلا ادي نقطة صفراء اهو، ممكن اخليه بدل ايه هابي فيس ساد فيس اهو. تمام، طيب هنا مثلا، هنا ده فيه 3 نقط صفراء، كل نقطة صفراء بتغير لي حاجة. لو جينا لهنا هيغير لي، دايما الاسهم بتلاقوا فيها النقط دي، بيبقى فيه نقطة للجزء ده لوحده، ونقطة للرأس بتاع السهم لوحده، ونقطة للبعد بين السهم والخط، يبقوا قريبين من بعض ولا يبقوا بعاد عن بعض. فأقدر أغير تماما شكل الشيب بناء على النقط الصفرة دي. هل أنا مثلا محتاجاها تكون تخينة عشان أنا هكتب كلام معين في النص، ولا لأ أنا مجرد عايزاها أسهم بس؟ طيب عايزاه يبقى بعيد عن بعض ولا قريبه من بعض، وهكذا. كل ما بنغير بصوا ممكن اعمل كده ويبقى كانهم 4 مربعات، يعني حاجات كتير قوي ممكن اغير فيها. بيغير الشكل تماما معايا. طيب ده اولا تغيير الشكل. طيب ثانيا ان انا لما بضغط على الشيب ده بتظهر لي قائمه الفورمات. قائمة الفورمات دي ممكن اعمل فيها كذا حاجة. اول حاجة ان من ممكن اغير الشيب نفسه بعد ما رسمته، يعني انا كتبت عملت الشيب ده، لو دوست edit shape اقدر اعمل change shape واغيره لاي شيب زي الهارت ده مثلا وهكذا. تمام، ادوس control z. تاني حاجة ان من الشيب ستايل برضو اقدر اغير الوان الشيب اهو، تغيير فيه عندي presets كتير موجودة اقدر اغير منها. مش بس كده، انا ممكن كمان من الشيب فيل اقدر اغير حاجات كتير قوي. ممكن كمان اعمل جريدينت اوكي، وممكن اعمل اوتلاين مثلا، اغير السمك بتاعه اخليه تخين كده. اختار مثلا اللون ده. ممكن اعمل شيب افكت برضو من البريسيتس الموجودة عندي. حاجات كتير ممكن اعملها زي كده مثلا. تمام، في بقى حاجة مهمة. لو انا مثلا جيت هنا دوست insert shape مثلا حاجة زي كده وهدوس على الشيفت، خلاص تمام. وعايزه ارسم شيب تاني حاجه زي مثلا دوت اوكي، هضغط على العلامه الصفراء دي اعملها كده. انا عايزه ارسم دلوقتي الاشاره بتاع اللي هو ايه النجاح او ان حد متميز. طيب انا عايزه بقى اخد كوبي للجزء ده وانسخه مره تانية، هعمل ايه؟ في طريقتين، يا اما بضغط عليه وادوس كنترول سي وبعد كده كنترول في، او اعلم على الشيب
واضغط بالرايت كليك وافضل ضغطه وحركه كده في المكان اللي انا عايزاه واسيب. بيجيب لي موف ولا كوبي؟ هقول له كوبي. شفتوا ازاي؟ اضغط على الشيب او البيكتشر او اي اوبجكت عندي وبالرايت كليك افضل ضغطه واسيب، يا موف يا كوبي يا كانسل. دوست كانسل. طيب انا كده عملت له كوبي، بس انا عايزه اعمل له فليب، يعني اعكسه اخليه الناحيه الثانيه. هعمل ايه؟ من نفس الشيب ده وانا اطلع على قائمه فورمات هنلاقي هنا الجزء ده فيه حاجه اسمها روتيت. الروتيت دي في روتيت رايت 90 درجه، روتيت ليفت 90 درجه، في فليب اهي اللي انا عايزاه اللي هو فليب من فوق لتحت عكسه، في فليب من اليمين الشمال، هما الاثنين واحد عشان هي شكل الرسمة ده مايل يؤدي لنفس النتيجة. فلو ضغطت كده مثلا تايمين شوية، انا كده ايه رسمت الشكل اللي انا عايزاه. هعلم على الاثنين مع بعض، هدوس على اول شيب وبعدين هدوس على كنترول واختار الشيب التاني. بصوا اول لما دوست كنترول حصل ايه؟ السهم بتاعي بقى عليه علامه الزائد، معناه ان انا اقدر اختار كذا شيب اهو. بصوا كده كده اقدر اختار كل الشيبس. تاني ادوس على الشيب الاولاني واضغط كنترول وادوس على الشيب التاني. طيب اقدر بقى ايه احركهم كده مع بعض، اخليهم في الوسط، ارفعهم مثلا شويه. طيب انا كده جمعتهم مع بعض، عايزه ارجعهم لورا ورا الشيب ده، هعمل ايه؟ من قائمه الرينج هلاقي حاجه اسمها برينج فورورد وبرينج وسند باكورد. انا دلوقتي عايزه ارجعها في الخلف، هختار من سند باكورد. سند باكورد، سند باكورد يعني رجعها لورا خطوه. اما سند تو باك فلو انا عندي كذا طبقه كذا لير 3 4 ليرات هيرجعهم لي ورا ال 3 4 ليرات دي مره واحده، فانا هختار سند تو باك رجعهم لي ورا خالص. فبصوا الشكل بقى عامل ازاي. اقدر بقى انا اجمع الشيبس دي كلها مع بعض كده الثلاثه، وهروح هنا لقائمة جروب واختار جروب. بصوا بقى شيب واحد شكل واحد. خلي بالكوا انا كل الخطوات اللي بعملها دي من قائمة فورمات اللي بتتفتح لي لما اعلم على الشيب. قائمة فورمات ارينج، خدنا الروتيت، خدنا الفليب اللي هو فليب اللي فوق يبقى تحت والتحت يبقى فوق، وفي فليب اليمين يبقى شمال والشمال يبقى يمين. طبعا هنا مش فارقة قوي عشان هو ايه، بصوا بيبقى في فرق بسيط قوي اهو. تمام، خدنا الجروب، ازاي نعمل جروب وان جروب. لو عايزه ارجع في كلامي هضغط اهو ان جروب، بقى ايه كل واحده لوحدها، هعملها جروب تاني. خدنا السند تو باك وسند باكورد وسند بيهايند. تعالوا نعمل ان جروب كده ونفهم ازاي. يعني دي لو عملتها سند باكورد بصوا رجعت خطوه واحده بس، لو عملت سند باكورد تاني رجعت في الاخر. طيب انا بقى عايزه اطلعها لقدام، برينج فورورد بقى. لو برينج فورورد هنا هيعملها لي خطوه واحده، اما برينج تو فرونت، شايفين هنا الرسمه ان جاب لي المربع الاصفر فوق كذا كل الطبقات، فلو دوست عليها هتطلع كلها مره واحده. فلو عندنا لايرز كتير دايما نختار الاختيار التاني اللي هو برينج تو فرونت او سند تو باك. طيب لو عندنا تكست يبقى سند بيهايند تكست. زي مثلا لو انا جيت هنا نعمله بس الجروب الاول. اوكي جيت مثلا عملت كده، انا لو عايزه اخلي الشيب ده ورا الكلام بعمل ايه؟ بضغط عليه ومن سند باك هنقول سند بيهايند تكست. بصوا ايه اللي حصل، بقى ورا الكلام. طبعا لما بيبقى ورا الكلام بيبقى صعب شويه ان احنا نحدده تاني، بس بتدوسوا كده دبل كليك لحد ما ايه تعرفوا توصلوا لها تاني. فلو عندي شيب او صوره او اي حاجه عايزه ارجعها ورا الكلام من فورمات، بدل سند تو باك بس لازم سند بيهايند تكست. خلاص. طيب هنرجع بقى للملف بتاعنا بتاع الشيبس، عايزه اشرح عليه حاجه كده. انا دلوقتي عندي خمس اشكال اهو، 5 شيبس. عايزه ارتبهم، عايزه ارتبهم. هل انا اقعد اعلم شيب هل انا اقعد ارتبهم بشكل يدوي ولا في طريقه سهله ارتبهم بيه؟ لا، في طريقه سهله من خلال الوورد نفسه ارتبه.
انا طبعا تعمدت ان انا اعملهم كلهم احجام مختلفه، ممكن كمان اغير الوانهم عشان يبقى ايه الموضوع شويه يعني واضح. فلنفرض مثلا كده. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هعلم عليهم كلهم، هضغط الاولاني وكنترول بفضل واقفه لحد ما العلامه الزائد دي تظهر. تمام، انا كده علمت على الخمس اشكال، ظهرت لي قائمه الفورمات، بلاقي حاجه اسمها اونلاين، هي الموضوع كله ليه علاقه بالاونلاين. طيب عندي اختيارات كتيره هنا كتير، بس اهم حاجه الثلاث اجزاء اللي تحت تقول اونلاين تو بيج ولا اونلاين تو مارجن ولا اونلاين سيلكتد اوبجكت. ايه الفرق بينهم؟ يعني انا دلوقتي لما هنسقهم كلهم، هل انا يهمني ان حرف الصفحه اونلاين تو بيج، يعني لو هجيبهم كلهم شمال هل اجيبهم شمال عند حرف الصفحه ده، ولا اونلاين تو مارجن بناء على المارجنز اللي موجوده في الصفحه نفسها، ولا اونلاين تو سيلكتد اوبجكت يعني عاملهم محاذاه للحاجات اللي انا مختاراها بس بصرف النظر عن الصفحه. تعالوا كده نجرب حاجه حاجه ونشوف الفرق. لو دوسنا اونلاين تو بيج، يعني انا الاختيار عندي اونلاين تو بيج، وهدوس اونلاين ليفت، بصوا ايه اللي حصل، كلهم جم ايه على حرف الصفحه اللي في الشمال، تمام كده، وكلهم بقت محاذاتهم ليفت. هدوس كنترول زد واروح اونلاين تو مارجن، خلاص اونلاين تو مارجن، وبرده هختار اونلاين ليفت. بصوا ايه اللي حصل، ما جاتليش بقى من حرف الصفحه، جاتلي من بدايه المارجن بتاع الصفحه، انا عندي مارجنز في الصفحه، فجت ايه على الليفت بتاعتها. لو دوست كنترول زد ودوست بقى اونلاين تو سيلكتد اوبجكت، يعني اعمل المحاذاه بناء على الاشكال اللي انا مختاراها، ودوست اونلاين ليفت، بصوا ايه اللي حصل، كلهم جم عند اول شيب على الشمال اللي هو كان الاصفر. بصوا دوست كنترول زد كان اول شيب اهو الاصفر، اول ما دوس اونلاين ليفت كلهم جم على اول شيب على الشمال، مع ان اول شيب ده لا هو عند بدايه الصفحه ولا هو عند بدايه المارجن. خلي بالكم من الملحوظه دي مهمه جدا، ناس كتير مش بتاخد بالها منها، الاونلاين دي مهمه قوي، نبقى عارفين احنا عايزين نعمل محاذاه للمارجن ولا للبيج ولا بناء على الشيبس نفسها. تمام، هو عاده المفروض يبقى المارجن، ان انا مش يعني عندي مارجن انا محددها مش عايزه الشيب يخرج منها، بس احيانا بنحتاج ان احنا نغير الموضوع ده، فانا هخليها اونلاين تو مارجن، ادوس بس الاول كنترول زد واخليها اونلاين تو مارجن، خلاص هي اونلاين تو مارجن، واختار في الليفت، عرفنا الليفت بيعمل ايه، بيخليهم كلهم على الشمال. طيب لو دوسنا اونلاين سنتر ايه اللي هيحصل؟ بصوا دي اشكال احجامها مختلفه، وانا اتعمدت اعمل احجامها مختلفه. بصوا السنتر بتاع الشيبس كله واحد اهو، شايفين كله واحد، لو من قائمه فيو كده رحنا واخترنا الجريد لاينز، بصوا هتلاقوا ايه، خط واحد. طيب هندوس كنترول زد وهنروح تاني لقائمه فورمات وهنختار اللاين تو رايت، بصوا ايه اللي هيحصل، كلهم بقى الرايت بتاعهم واحد، من اليمين بقى واحد. طيب احنا كده خدنا ليفت ورايت والسنتر، السنتر بقى كلهم في النص. طيب ايه الفرق بقى بين الثلاثه التانيين؟ توب كلهم هيطلعوا فوق وهتبقى بدايتهم من فوق واحده، align to middle، بصوا كلهم بقوا في نص الصفحه. في ناس بتلخبط بين الميدل والسنتر، الميدل يعني في نص الصفحه كلهم هيتجمعوا في شكل واحد، اما السنتر كل واحد في مكانه بس في نص الصفحه بالطول، هنا في نص الصفحه بالعرض اللي هو الميدل، والرسمه موجوده، يعني الرسمه بتشرح لكم اهو، في خط في النص، الشيبس كلها هتبقى في النص، اما هنا الخط بالطول، خلي بالكم هنا كلها الكلام على الطول، هنا كله بالعرض. تمام، دوسنا كنترول زد واخترنا اللاين بوتوم، كلهم بقوا تحت. ادي كده شرح قائمه اللاين اول ست اجزاء. هنا هيتبقى بس الديستريبيوت اللي هو التوزيع، لو جينا للصفحه اللي بعدها زي كده مثلا، انا رسمه شيبس وعايزه ارتبهم، فهنعلم عليهم بالكنترول، هناخد مش هناخد بقى السنتر لانه عملنا السنتر هيتجمعوا بالطول، هناخد الميدل، في الحاله دي هيبقى الميدل هو الصح. تمام، طيب انا دلوقتي التوزيع بتاعهم مش عاجبني، يعني هنا المسافه هنا كبيره وهنا مسافه صغيره وهنا كبيره، فهعمل ايه،
هروح الاين واختار في ديستريبيوت هوريزونتالي بالعرض وفي ديستريبيوت فيرتيكالي. هختار هوريزونتالي. بصوا ايه اللي حصل. بس خلي بالكوا عشان انا كنت عامله الاين تو مارجن فجاب لي بدايتهم ونهايتهم عند المارجن. طب لو دوست كنترول زد اوكي واخترت الاين تو سيلكتد اوبجكت واخترت نفس الاختيار اللي هو ديستريبيوت هوريزونتالي، بصوا ايه اللي حصل، وزعهم لي بس البدايه والنهايه بتبقى ثابته، يعني ما بيغيرليش اول شيب واخر شيب. فبرضو دي مهمه جدا تبقوا ايه واخدين بالكم منها. طب لو طلعنا فوق وعملنا الديستريبيوت ده بقى اول حاجه هختار align to left مثلا اوكي، وبعدين هختار distribute vertically. بصوا وزعهم لي بالتساوي. اظن شفنا في ثواني اقدر اوزع الشيبس واعمل لها align بشكلها متساوي ومتناسق من غير بقى ما اتعب نفسي واقعد اخلي بالي، لا انا مش محتاجه اجهد نفسي باي حاجه وكل حاجه بتحصل بشكل اوتوماتيك، مفيش اي مشكله خالص. شرحنا الشيبس كلها، ازاي نغير شكلها، ازاي ننسقها، ازاي نغير ترتيبها، ازاي نعمل align وdistribute، وازاي نعمل rotate. ويلا بينا ننتقل للنقطة التانية في الدرس.